300 مقاتل فقط تحتل داعش الموصل وتجبر الشرطة والجيش على الهرب والانسحاب؟ جاي من بغداد للموصل وحاط نفسك بنص الدواعش على مود وحدة تحبها؟ تعرف من أين أتوا بالشجاعة والجرأة؟ لم نكن نواجه مقاتلين، بل كنا نواجه وحوش. رجعنا لكم مشاهدينا لاستكمال حواراتنا النهاردة عن مسلسل ليلة الصمت، ومعانا أحد أبطال المسلسل وهو من نجوم الدراما المصرية. بدأ مشواره في من مسلسل أخو البنات حتى المسلسل الأخير لي اللي بتعرض في رمضان الحالي، وهو مسلسل رمضان كريم. معانا النجم أحمد صيام. يا أهلا بحضرتك. ولا نجم ولا حاجة، مجرد ممثل في الحالة الفنية. لا إزاي أستاذ أحمد، أولاً أنا بحيي حضرتك على دورك في المسلسل، وكان نقطة مختلفة في تاريخك للدراما المصرية. كلمني عن الدور، وهو دور مركب يعتبر، وتم الاختيار عليك إزاي، ولما جالك الدور فكرت فيه إزاي، فكرت هتعمله بأي شكل وبأي أسلوب عشان يوصل للمشاهدين؟ طيب، هو في البداية طبعا ايه، لما بيبقى المسلسل مكتوب بالكامل في الاول، ده بيدي ميزة للممثل انه يقدر يفكر في الشخصيات اللي هتلعب ازاي. لما عرض عليا الدكتور عشوب والدكتور قيس الرضواني العمل ده قبل ما اقرا الحلقات، انا قررت ان انا اعمل مسلسل لسبب بسيط جدا. اول حاجة شجعتني ان اعمل مسلسل، انا أكثر ممثلي الوطن العربي ميلا للأعمال اللي فيها اشتراك أكثر من دولة وممثلين أكثر من دولة. يمكن لتربيتي أنا بتبقى فيها منافسة، بتحس فيها منافسة. مش لا، الفكرة بالنسبة لي مش المنافسة، وأي حاجة في الحياة فيها منافسة، إنما هي الفكرة إيه. أنا بطبيعتي نشأت في بداية مرحلة ثورة 23 يوليو والفكر القومي والعروبة والتضافر بين الدول العربية، فأنا بحب الحكاية دي أساساً. بتجد صدى عندي على المستوى الفكري والمستوى العاطفي إني أبقى مشارك مع ناس من سوريا وناس من الأردن وناس من العراق وناس من الإمارات وناس من السعودية. ده أول عمل ليك في مشاركة؟ لا طبعاً. أنا عملت الطارق، كان في ممثلين من المغرب لغاية سوريا في كل الدول العربية. اشتركت في أسمهان، كان إنتاج مصري سوري لبناني، كان في ممثلين من كل الدول العربية. فالتجربة بالنسبة لي بتبقى لطيفة وسرية، بتكتسبي خبرات من التواصل مع الزملاء الفنانين في الدول العربية دي، بنتناقل خبرات وتجارب، بتبقى حالة أعتقد حاجة. دكتور محمد عشوب في لقائي معاه اتكلم عن ان انت قد ايه كنت في الكواليس بالنسبة للممثلين اللي هما لسه بيبدأوا حياتهم في مجال التمثيل، يعني كنت بتديهم نصايح وكنت بتساعدهم. ده لمن حصل فعلا؟ لمن يسأل؟ لا، يعني ايه أن أفرض نفسي على حد أديله نصيحة؟ لا، ما أنا بعملش الحكاية دي، إنما لمن يسأل النصيحة طبعا على الروح بوسعة زي ما بيقولوا، والنصايح متبادلة. يعني طب ما أنا اتكلمت عراقي، كان في ناس من الزملاء العراقيين كانوا بيصححوا لي اللهجة وبيقولوا لي الكلام باللهجة العراقية عشان أعرف أنا مستوى. لقيت فيها صعوبة العراقية. بقى اللهجة العراقية في أولها، بس في الحكاية دي إيه، أصل أنت مش بتعملي اللهجة تيبيكال، يعني اللهجة، يعني مثلا ايه، مش هينفع اجيب انا حد مثلا سوري او عراقي او لبناني واخليه يتكلم لغة الحارة المصرية في اول عمل. فانت بتتكلمي لهجة مخففة شوية بسيطة، بتعرفي المفاتيح، في حاجات بتبقى مفاتيح في اللهجات، تعرفي المفاتيح فتعرفي تتعاملي معها بشكل سريع. يعني وده بيبقى قد ايه انت عندك الاستعداد وقد ايه عندك الشغف انك تعرفي اللهجات دي. يعني انا عملت مسلسل في سوريا وكنت بقعد
في الكواليس اقعد اتكلم معهم بالسوري. صحيح ببقى مش عندك خبره يعني في اللهجات برضو لا لا مش خبره ما بقولك بيبقى اثناء العمل ما هياش يعني ايه مجرد ما خلص العمل خلاص انت بترجعي ال طب كلمني عن الدور بقى الدور الدور هو ايه انت الاول في قبل الدور في الحاله كلها المسلسل كله كحاله ايمانا مني انا شخصيا على المستوى تربيتي الثقافيه والسياسيه والاجتماعيه والدينيه وكل حاجه المسلسل كان بالنسبه لي مش مجرد مسلسل بيتكلم عن الارهاب او عن داعش لا لا سقوط داعش في الموصل هو اول مسمار في بحر دولة داعش في الوطن العربي ككل فده كان مهم بالنسبة لي جدا لأنه بيمثل قناعة سياسية ودينية واقتصادية وفنية بيمثل قناعة فده كان ده نمرة واحد نمرة اتنين طب هم الناس دول مؤمنين بما يفعلوه ولا غير مؤمنين الجميل اللي كان عامله الأستاذ مجدي صابر أن كان من الناس دول ناس ذهنها تركب على قناعات دولة داعش وناس القيادات بتاعتهم ما عندهمش القناعة الكافية بدليل انك هتلاقي الدباح الدباح اللي هو القائد العسكري اللي هو كان تنظيم داعش كان قايم بدور طارق لطفي احيانا بيتعاطى الخمر والمخدرات وبتاع وده ضد الدين. القناعات الدينية ابو الوليد اللي انا كنت بلعبه كان تزوج يسعى من طفلة كمان بغض مش دي كمان يعني ايه اصل الزواج من طفلة رغم قناعتي انه جريمة مكتملة الاركان انما عادي بيبقوا مقتنعين بالدين وبيعملوا الحكاية دي انما الاغرب انه كان بيحس الناس على الشهادة الزور وهو يعلم انها من الكبائر كان يحكم لا يحكم بالعدل رغم انه يعلم ان هذه من الكبائر أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهو يعلم أن هذا من الكبائر كل هذه الأشياء كانت مكتملة في هذا الرجل اللي هو أنا كنت حريص أو كنت بلعب على شعرايا زي ما بيقولوا اللي هو أنا ماشي على حد السيف ما خصش من الدور ده يا أستاذ أحمد؟ لا لا خالص بالعكس كل لما كان الدور فيه صعوبة بيبقى أكثر إمتاعا للممثل إزاي تقدري توصلي المعنى اللي موجود في الشخصية يعني ازاي الناس تكره الشخصيه دي وتحب الممثل هي دي الشطاره او هي دي جمال الشخصيات دي انك توصلي الناس انهم يكرهوا الشخصيه بس يحبوك انت الله ده عمله حلو قوي شوف عمل ايه شوف عمل ايه وقد يشتم الشخصيه او يدعو عليها او 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 ياخد منها موقف انما يظل ودي كانت عبقريه مثلا أستاذنا رحمة الله عليه الأستاذ محمود المليجي الأستاذ زكي رستم في أساتذة كبار الأستاذ عادل أدهم الناس كانت بتحبها جدا في نفس الوقت طبعا طبعا وأنت إيه الأستاذ عبد الله غيس إيه؟ في مجموعة من الأساتذة الكبار اللي أنا اتفرجت عليهم واستمتعت بيهم كان بيعمل الشخصية إنك تكرهي الشخصية بس تحبي الممثل هي دي كانت الفكرة إنك تحبي تكرهي الشخصية بس أحيانا تتحكي معاه يعني هذا الرجل كان يستخدم أحيانا آيات القرآن في غير مواقعها عشان مصلحه شخصيه بالظبط فبيعمل شكل من اشكال مش عايز اقول يعني ايه اللي يخلي المتفرج يبتسم احيانا مع هذه الشخصيه الشريره ودي كانت مثلا الاستاذ عادل ادهم كان استاذنا في الحكايه دي يعني انه كان يعمل شخصيه شريره قوي بس انت بتضحكي معاه عنده لازمه في الكلام لازمه حركيه خليك تحب الحكايه دي فهو ده كان أبو الوليد الرجل اللي متزوج الست دي القوية جدا اللي بيعمل لها مليون حساب وإزاي يقنعها أنها هي اللي تجيب له سبية عشان يخلف منها إزاي تختار له واحدة عشان يتجوزها إزاي توريها له مثلا من وراء حجاب وهي بتغير هدومها عشان إزاي هي الشخصية دي الراجل ده اللي هو او اللي انا حاولت او اعمل له شكل ثعلبي كده في الملامح وفي الشكل هو ده كانت التناول اللي الواحد خده في الحكايه بالاضافه لحاجه تانية هو في مدرستين بقى في الحكايه دي مدرستك انك تقعدي تفكري وترتبي وتظبطي انا هنا هعمل كذا عشان كذا وهنا هعمل كذا عشان كذا وهنا هعمل كذا عشان كذا دي مدرسه ودي مدرسه الصنعه
والصنعة شيء مهم ان احنا في 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 مجال احتراف. وفي مدرسة تانية ان تتركي المسألة، انت تذاكري الحكاية كويس قوي وتتركي المسألة لإحساسك في اللحظة. وأي مدرستين بقى حيدك بتنتمي ليهم؟ لا مش كل الأدوار، في أدوار تبص لها من ناحية دي. آه. هنا لا الدور ده بالإحساس. هنا اشتغلت بالإحساس. آه. إحساس هذا الرجل. الراجل ده لو أنا مكانه هعمل إيه؟ هنا يعني مثلا أنا مش مرتب إنه لما يبص على الست وهي بتغير هدومها يحرك لسانه في بقه جت تلقائي انشط. آه. وانا مش يعني لا انا مرتب ده ولا، انما هي جت كده. احساسي في اللحظه دي كده. احساس الشخصيه دي في اللحظه دي كده. انا كاحمد صيام في الحقيقه مش هعمل كده. انما الشخصيه دي تعمل كده. هي دي الفكره يعني. طب قولي يعني والكواليس، طبعا انا سمعت ان انتوا قعدتوا هناك يعني انا 6 شهور الدكتور. لا احنا قعدنا 3 شهور. قعدنا سنتين. لا احنا قعدنا 3 شهور. هما كانوا بيحضروا وقت. طبعا احنا قعدنا 3 شهور كممثلين. قعدنا 3 شهور. هي زي ما قلت لك كانت عامله ازاي البلد هناك كانت عامله ازاي. انا بقول لك انت في الاول انت رايحه على، انا رايح على كردستان. انا كنت اسمع عن كردستان بس اول مره تروح. بس ما رحتهاش. ما رحتش العراق بشكل عام. طبعا انت في مخيلتك في ثقافتك وتعليمك وبتاع العراق الدولة التي تضاهي دولة بابل وأشور، الدولة التي تاريخ تعادل المكانين الوحيدين اللي في العالم اللي كانوا دول لها حكومات ولها شعوب ولها دول بمعنى الدولة، العراق ومصر. فأنت رايح على دولة لها من العراقة كتير جدا، لها من الثقافة كتير جدا، فأنت رايحة بتشوفيها لأول مرة، بتتعاملي مع ناسها لأول مرة. ودولة احنا بقالنا كام سنة بنسمع عن حروب وضرب وحاجات تآمرات عالمية لهدم الدولة دي وهكذا. فانت رايحة على الحكاية دي، رايحة عشان تمثلي مع ممثلين عراقيين وسوريين وأردنيين من دول عربية كلهم وكذا دولة عربية. ايه الحكاية ايه؟ انا من عادتي بحب الناس، انا شخص اجتماعي يعني. انا ما اعرفش اقعد في اوضتي قافل على نفسي الباب. لا هتلاقيني بكلم ده وبكلم ده وبحاول اعرف دايما زي بيقولوا عليه عندي شكل من اشكال الثقافه الاسفنجيه يعني. يعني يعني مرن تمتص مرن تمتص من الاخر ثقافته وعلمه وفهمه للحكايه. بالاضافه ان هم معظمهم العراقيين اللي كانوا معانا معظمهم خريجين معاهد فنون مسرحيه. في نجوم كمان كبار من العراق الحقيقه الواحد قعد معاهم استفاد منهم ثقافه وعلم وفن، زي الاستاذ جواد الشكارجي، الاستاذ خليل ابراهيم، مدام الاء نجم، ومجموعه من الشباب الواعد كتير جدا. مش عايز انسى حد يعني فيهم. طبعا باسم في بيني وبينه عشره وتاريخ واشتغلنا مع بعض كتير. اشتغلنا مع بعض كتير في مصر وفي سوريا وبتاع، فايه خلاص بقينا عارفين بعض. بالاضافه بقى ان ايه الاستاذ الدكتور قيصر رضواني حد لطيف قوي، ما تحسيش انه ايه مش منتج اللي هو بالمعنى منتج فنان يعني. عايز اقول منتج فنان، لا انسان. يعني اهم من الفنان انسان، بني ادم بيعرف يدخل لك، بيعرف يتعامل معاكي، بيعرف انت سعيد بالتجربه طبعا جدا. اي تجربه اضافت لك ايه التجربه دي؟ لا اي تجربه انا بعملها مع جنسيات تانية انا بستمتع بيها جدا جدا جدا. يعني احساس حضرتك ويعني وانت بتقوم بدور يعتبر دور في ملحمه وطنيه طبعا يعني طبعا. لان هم انا بقول ان هم حائط صد يعني، زي مصر كده ما كانت حائط صد بالنسبه للتتار وبالنسبه للصربيين. لو كانوا هم ما نجحوش ان هم يحرروا الموصل كان الموضوع تشعب للدول العربيه. فالفترة الزمنية بأحداثها بوقائعها يعني أنت كنت حاسس أنك قايم بدور قوي جدا في مسلسل تاريخي سياسي وطني يعني. طبعا الدور ده مختلف عن مسلسل عربي. مسلسل عربي. مسلسل عربي. هذا المسلسل العربي يعني أستاذنا الأستاذ مجدي صابر عامل فيه حالة يمكن انا ما شفتهاش في المسلسلات اللي اتكلمت عن الحكايه دي قبل كده. وحياتها قبل كده اشتركت معاه في مسلسلات كان انا اشتغلت مع الاستاذ مجدي صابر كتير يعني. الاستاذ مجدي صابر من كتاب الكبار طبعا قوي. فانا شايف انه عامل حاجه في المسلسل ده انا ما شفتهاش في المسلسلات اللي تناولت داعش او الارهاب او الجماعات الدينيه او الاخوان او 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 او
كم التلاحم بين كل العقائد والتيارات السياسية اللي واجهت داعش، سواء شيعة سواء سنة سواء مسيحيين سواء أزيديين سواء اشتراكيين سواء رأسماليين، كل الملل والتيارات السياسية اتحدت في بوتقة واحدة عشان تقف لهذا التنظيم أو ما أطلقوا عليهم دولة الإسلام، دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي داعش، يعني صاغوها أو لخصوها في كلمة داعش. دي في حد ذاتها نقطة مهمة جدا انك تنطلقي منها وتستفيدي منها، تستفيدي معلومات. نمرة اتنين، انا رايح على اقليم كردستان، انا ما اعرفش حاجة عن اقليم كردستان. رحت بقى هناك، فلما تعملت في اقليم كردستان ده يمكن كنت بقول لأحد الزملاء قبل ما نسجل ان انا شايف كردستان دي اقرب الى المجتمع السويسري. في ايه بقى في قربها من المجتمع السويسري؟ ان اقليم كردستان يجمع كل التيارات وكل الطوائف الدينية والسياسية كلها تحيا مع بعضها في سلام، الشيعة والسنة والكرديين كمان، هم الأكراد، الأكراد الأكراد نفسهم فيهم شيعة وفيهم سنة وفيهم مسيحيين وفيهم يهود وفيهم أزيديين، كل دول موجودين في مكان واحد وبيتعاملوا مع بعض في سلام اجتماعي عظيم جداً، ومفيش حد بيطغى على حد ومحدش بيضايق حد ومحدش بيضطهد حد. ده سمة المجتمعات المتحضرة. أنا شفت ده الحقيقة في إقليم كردستان. أنا شفت في إقليم كردستان إنك ممكن تقعدي مع رئيس الدولة، مع نائب رئيس الدولة، وتتكلمي وتتناقشي وبتاع وكأنه شخص عادي. فأي دولة عربية تانية عشان تقعدي مع وكيل وزارة، لا ده أنت عايزة 100 واسطة و100 معاد وهم هتقعدي دقيقتين عشان مش فضيلي. لا لا، بالإضافة إنهم إيه، إنما لاحظت بقى على الإقليم بشكل عام أن اللي عنده مناخ استثماري وتطوير غير طبيعي. يعني اللي راحوا قبل كده بيقولك إن كل سنة أنت بتروحي تلاقي شكل من أشكال التطور الغير مسبوق عندهم، بيعملوا شكل من أشكال الاستثمار. ده مش هيتأتى إلا من خلال ظهور فن قوة ناعمة مهمة جدا تقدر تجتذب الناس عشان تستثمر في إقليم كردستان. هو ده أعتقد من أهم الحاجات، المكاسب اللي عملها مسلسل ليلة السقوط، بالإضافة المنور على موضوع القضاء على داعش، إلا أنه جذب نظر الناس لإقليم كردستان. أنا ما كنتش أعرف من هم البشمرجة، أنا شفت البشمرجة وتعاملت معاهم، شفت القوى الكردية وتعاملت معها، شفت الممثلين أكراد ممكن يكونوا ما بيتكلموش عربي بس هو فاهم وشايفك، شفت ممثلين عراقيين، إيه العظمة دي، إيه الجمال ده، إيه السلاسة في التعامل دي، ناس ومثقفين جدا وقارئين جيدين جدا وعندهم من الوعي لا يقل عن ممثليننا او ممثلين سوريا او لبنان. بالعكس انا شايف ان ايه في نهضه فنيه في الحكايه دي في العراق وفي اقليم كردستان بالتحديد. طيب ايه المشهد الصعب اللي انت كنت ناعي همه زي بيقول قبل تصويره وقعدت كده مع نفسك مش عارف تعمله ازاي؟ يعني ساعات الفيه بتبقى فيه بعض المشاهد مركبه، فايه المشهد الصعب قوي؟ ان هو انا عندي كان عندي مشهدين. المشهد الاولاني لما بيدخل على البنت اللي عندها 12 سنه، ده كان مشهد تطلب منك مجهود مؤلم. يعني طبعا لان انا رفضه. يعني انا من جوايا مش رفضه، انا كرهه. انا كره الحاله دي، انك بقى تعمليها وانت مبسوطه، ده كان حاله صعبه جدا. وهو يعني مشهد صعب قوي 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 ويكرهك في الناس دي بشكل غير طبيعي. يعني المشهد الثاني كان مشهد وقوع البيت او انهيار البيت على ابو الوليد وام الوليد وام الحسام. ده برضه كنت الاقي فيه انه هيتنفذ ازاي.
وتنفذ ازاي؟ هيتنفذ يعني... لا هو تنفذ بحرفية شديدة وب يعني الحمد لله ما فيش اصابات نهائي وبخدعة سينمائية لطيفة جدا. انا مش عايز بس اقول ايه ولانه لسه ما تزعش يعني، انما بالعكس الناس هتستنى المشهد. اتعمل بشكل جيد جدا. كنت قلقان منه يعني في ايه؟ جدا في صعوبته واحتماليات الاصابات بتبقى في الحاجات اللي زي دي كتيره قوي. وانا ما بحبش الاصابات في العمل يعني، حتى ما بحبش حتى بالسلامة. يعني ما بحبش حتى مشاهد اللي فيها العنف، انا ما بحب اعملها بالصنعه. مش يعني ايه، في مدارس في الاخراج يقول لك تضرب واحد قلم قلم اضربه قلم وخلاص ايه المشكله. لا انا مش من انصار الحكايه دي. وكان استاذنا الله يرحمه محسن إليه، الاستاذ نور شريف، كان قدوتنا في حكايه التكنيك. تكنيك ازاي اضرب واحد قلم من غير ما اضربه. فانا ضربت مثلا ام الوليد قلم بان في الصوره قلم مؤلم جدا، وانا ما لمستهاش نهائي. ولو تكنيك الايد هتطلع من هنا لهنا، المسافه اللي بيني وبين الممثل هتبقى كذا. وانت كممثل بقى عارف زاويه الكاميرا فين. دي مهم، ان انا اشتغلت برضو شويه كده مساعد مخرج، فببقى عارف الزاويه هنا عامله ازاي، فهتطلع شكلها ايه في الاخر في المونتاج، هتطلع شكلها كذا، فبعملها بالشكل الفلاني بالتكنيك ده. دي مشاهد بتبقى بايخه. بالاضافه بقى ان ايه، ان انت ممكن تبقي مركزه في اللهجه والاحساس والحركه والكاميرا والنور، مركزه في كل الحاجات دي، وفي نفس الوقت عايز توصل احساس معين في وقت واحد. هي دي المساله. طبعا في زملاء وزميلات كتير ساعدوا في مساله اللهجه، بس هم عندهم اصل ايه، كل مدينه عراقيه لها لهجتها، فمش هتلاقي اثنين ثلاثه هيتفقوا على مفردات اللهجه. بس كردستان ليه لهجه معينه؟ لا اقليم كردستان لغته مش عربيه. اللغه الاساسيه الاكراد عندهم لغه كرديه، لغه كرديه بتاعتهم. لو كلمك بالكردي مش هتفهميه، لو انا مثلت بالكردي مش هتفهمه. وكان المساله كمان، مع احترامي لكل الناس اللي جم اتكلموا في الحكايه دي حتى واحنا بنصور، مساله اختلاف اللهجات جوه المسلسل مكسب للمسلسل مش ضد المسلسل. ده السؤال اللي سالته لحضرتك في الاول. مكسب مش ضد اختلاف اللهجات بقى ما بين لغه عربيه فصحى واحيانا بعض الالفاظ العاميه المصريه وبعض واللغه العراقيه، سواء الموصليه او البغداديه او يعني كل بلد ليها لهجات. اختلاف اللهجات دي كان له دلاله على ان الناس دي لا يجمعها وطن واحد ولا يجمعها لهجه واحده، لا دي ناس متجمعه اشبه ما يكون بالمنبوذين من كل جهه اتجمعوا فعملوا لانها قضيه واحده تعتبر كمان. لا لو اتكلم على داعش، على الناس بتاع داعش من جنسيات مختلفه ولذلك كنا وده واقعي، كنا بنتكلم جوه الناس بتوع داعش جوه في تعاملاتهم مع بعض بيتكلموا باللغه العربيه الفصحى، اللغه العربيه الفصحى المخففه عشان توصل للناس. ده نمره واحد. نمره اتنين، عشان نقول ان المساله مش مرتبطه بدوله، مش مرتبطه بجهه، مش مرتبطه. لا ده داعش ده ممكن يبقى في العراق، ممكن يبقى في سوريا، ممكن يبقى في مصر، ممكن يبقى في السودان، ممكن يبقى في ليبيا، ممكن يبقى في المغرب، ممكن يبقى هنا يبقى هنا. فشكل من اشكال التحذير، خدوا بالكم ان الحكايه مش مرتبطه بوجود داعش في العراق او في الموصل، لا دي مرتبطه بامكانيه وجودها في الدول في العربيه، في كل الدول العربيه. طيب السؤال الاخير، تعليقات جات لك من المشاهدين بعد مشاهده المسلسل، ايه التعليق اللي انت وقفت عنده؟ يعني حسيت ان عجبك او لا هو واقعي؟ كان تعليق واقعي هو يعني. طبعا في تعليق سوشيال ميديا يعني. كان شتيمه شتيمه عشان البنت الصغيره اللي عندها 12 سنه على المشهد ده بس. لكن انا بتكلم لا في المطلق بقى، في المطلق لا الحقيقه رد فعل انا كنتش متوقعه. مع ان هو لم يعرض على القنوات المصريه يعني، انما اصله موجود على اليوتيوب. على اليوتيوب وعلى ال بي سي لا يعني كمان الدول الناس اللي ما عندهاش المحطات دي عندها اليوتيوب، ومعظمنا بيتفرج على دلوقتي على المنصات او على اليوتيوب بتاع. ما عشان كده اللي انت جالك نبض السوشيال ميديا في تعليقاتهم بالظبط. ولذلك على اليوتيوب هتلاقيه مثلا عامل اكتر من 20 مليون ترند مشاهده، حاجه تخض.
المسلسل مش متزع في محطات كتير، مش متزع في محطات مصريه، مش متزع في منصات كتير، ورغم كده انا بقابل ناس في الشارع بتكلمني على المسلسل ده زي ما بتكلمني على رمضان كريم. رغم ان ده على المحطات المصريه وانما هنا. فالمساله التجربه كانت في مجملها تجربه لطيفه يشكر فيها القائمين عليها الدكتور عشوم والدكتور قيصر رضواني ومجموعة. بشكر جدا 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 المونتير، انا مش عارف اسمه او مش عايز اتلخبط في اسمه، هو الدكتور يعني. محمد قال اسمه انا مش عايز اتلخبط في اسمه، بس الحقيقه انا سعيد بيه جدا 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 لانه عمل حاله من الايقاع ومن الريتم جوه المسلسل هايله، بعيدا عن الملل طبعا، لان الاحداث دايما التاريخيه الناس بتبقى عايزه السسبنس والريتم السريع. لا ما هو ما هو مفيش ما يمنع ان التاريخي يبقى فيه سسبنس وفي ايقاع وفي ريتم وفي اكشن. طبعا المسلسل فيه اكشن وفي سسبنس والناس عايزه تعرف الدباح ده هيحصل له ايه، طب الست دي هتهرب ولا لا، طب الوليد ده هيتعاقب ولا لا، ام الوليد دي هتنتقم من نفسها ازاي، الناس عايزه تعرف ده شكل السسبنس. في الاكشن، في الحروب، في الحاجات اللي بتاعكم موجود، الصراعات دي، كل الحاجات دي موجوده، مفيش ما يمنع خالص ان الحاجات دي تبقى موجوده في التاريخ يعني. يعني طبعا احنا في نهايه لقائنا بنشكرك استاذ احمد صيام على لقائنا، وبتمنى ليك طبعا مزيد من النجاح والتقدم في ادوار مختلفه، لان انا برضو كان قبل التصوير بتكلم مع حضرتك ان يعني انا شايفه ان دي نقطه، يعني الدور ده برضو مرحله او خطوه مختلفه عن الخطوات عن الخطوات الاخرى. هو حضرتك ايه تحديدا قلت ايه؟ خرج من قولبه، من القولبة. لا انا مش معاك كده، القولبة. قالب. انا حريص من اولي من ايام اخو البنات من سنه مش عارف كام ده من زمان قوي كام و30 ان انا لا احصر في قالب على الاطلاق. اتحدى ان حد يجيب لي دورين انا عملتهم زي بعض، حتى لو نفس الوظيفه، لو الاثنين محامين هتلاقيني عامل ده غير ده، ده كاركتر غير ده. انا كان في فتره من الفترات بيتذاع لي على التلفزيون المصري 8 مسلسلات ولا واحد فيهم شبه التاني. طب ما ده كويس، ده يحسب لك. أيوة يعني بس بصحح معلومة. لا بس بس الدور جديد. يا أستاذ أحمد الدور جديد. ولما عملت إيزاك في حرب الجواسيس اليهودي كان بالنسبة لي جديد. ولما عملت طرف ثالث كان بالنسبة لي جديد. هي أدوار كلها متميزة. عملت العدالة وجوه كتيرة كان بالنسبة لي جديد. لما عملت الفجالة كان، لما عملت أبو العروسة كان جديد، لما عملت ماهر بتاع الفول كان، كل ولا واحد فيهم شبه التاني يعني، ولا واحد. انا حريص على ده. كلها ادوار متميزه، واحنا بنتمنى لك النجاح، واشكرك جدا على لقائنا الجميل. ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا. طيب مشاهدينا، وصلنا لنهايه لقائنا. ان شاء الله التقي معاكم في حوارات اخرى. كل سنه وانتم طيبين. 300 مقاتل فقط تحتل داعش الموصل وتجبر الشرطة والجيش على الهرب والانسحاب. مش تسوون، حرام عليكم. جاي من بغداد للموصل وحاط نفسك بوسط الدواعش على مود وحدة تحبها؟ تعرف من أين أتوا بالشجاعة والجرأة؟ لم نكن نواجه مقاتلين، بل كنا نواجه وحوش.